اللي انت من احسن الاعمال اللي شاركت بها في ايام كارتاج المسرحيه تخدم على بريشن وجي طول رني الشومي قالتني فاش تعملوني بتعلم انه قمه العوج كي تطبطب شويه في التواليت يطبطبوا عليك الباب يقولوا لك اش تعمل بيتي كترت يمي ما ونادينا يما 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 اخويا القضاء ما بيناتنا وبيتي كترت يمي ما ونديما نصبر فيك رجع لك هالكلمه ديما ليا سنين مني فيك الناس يعني وصفوني بال يعني خارجين من الملة أصلاً وكفر مهبطين آيات قرآنية آيات أي في نفس السياق زاد توك تشوف ملاعبنا حالة العشب في الملاعب نوفل معناها مخك يقف معناها يقول لك يصلح عباد تصلح وعباد كذا وجايبين خبير من برا انا ربت جمعة فيت خاطر سيتي معناها شوبينغ لباري وكل Elle m'a jibnish ni imagine quand elle parlait elle est un peu bizarre fhmt elle est La miss تعي لهون اشرب الجازوزة موعود بالجراح يا قلبي اضحك معنا مع نوفل الورتيني كل نهار ثلاث التسعة غير ربع متاع الليل على التاسعة Oh,